مرحبا الشباب، هاي القطع لإلي الفوكس فاجن الجولف اللي فيها مشكلة بضغط الزيت. جبنا جوان كولاس الأصلي من شركة فوكس فاجن مع البراغي مع صباب الزيت اللي موجود بالكولاس، وهذا الصباب العاطل هذا اللي كان مكسور وما عم يخلي الزيت يطلع على الكولاس لفوق. طبعا هاي الكولاس هون احنا هلأ نظفناه وجهزناه مشان التركيب. حطينا شوية زيت هون مشان السيلي الموجودة هون، بس نضغط الصباب باتجاه الأسفل تنزل بطريقة سهلة يعني. هلا انكبس نزل الصباب مكانه. هلا بنتأكد انه الصباب عم يتحرك مش انه معلق او شيء، مثل ما شايفين عم يتحرك تمام. لازم الزيت يدخل عبر الصباب بس ما يرجع، يعني هذا صباب عدم رجوع، الزيت بيدخل بعدين طب بيضل على طول موجود بالجزء العلوي بالسلندر هيد.